في خانقين زار وفد من بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي مدينة خانقين للاطلاع عن كثب على أحوال النازحين إلى المدينة. والتقى الوفد بقائم مقام خانقين محمد ملا حسن وسمير محمد نور رئيس المجلس المحلي لخانقين وأنور حسين مدير ناحية جلولة، حيث أكد الوفد الزائر على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للعوائل النازحة من حيث الإيواء والمأكل والمشرب والدواء. وأشاد الوفد الأممي بدور إدارة خانقين والمنظمات العاملة في المنطقة والدعم الكبير الذي قدمته للعوائل النازحة إلى المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بإنشاء مخيم كبير بالتنسيق مع الحكومة المحلية في جميع المناطق التي يكثر فيها النزوح. من جانبها أكد قائم مقام خانقين استقبال أكثر من 10,000 أسرة نزحت إلى المدينة خلال الشهرين الماضيين هربا من اعتداءات الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تمكنت من توفير متطلبات تلك العوائل بمساندة المنظمات الديمقراطية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وبعض المنظمات الخيرية والأهالي، مؤكدا أن وضع الأسر النازحة بحاجة إلى دعم دولي وحكومي، وهذا الجانب الذي تعانيه إدارة خانقين وهو قلة أو انعدام الدعم الحكومي لهكذا حالات. وبعدها تفقد الوفد مخيم بهار تازة في مدينة خانقين للاطلاع عن كثب على أحوال النازحين في المنطقة وتحديد احتياجاتهم. زيارتي هنا هي انه في مكتبنا موظفينا موجودين في المنطقة في خانقين يساعدون في من ناحية المساعدات من ناحية الإغاثة من ناحية الأغذية مش من ناحية المواد غير الغذائية، وصل من ناحية السكن مخيمات مؤقتة، كمان وصل من ناحية من البروتكشن عشان يشوفوا وضع الاي دي بي وهاي، فقايين هنا عشان نزور المخيم وبعدين نزور كمان المناطق اللاجئين موجودين فيه، وكمان نشوف توزيع مواد غير غذائية للنازحين.